بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام فخر الدين: وكل نقمة منه عدل. النقمة هي العقوبة، فمن أثابه الله فبفضله، ومن عاقبه فبعدله، ولا يظلم الله أحدا، ولا يعترض على الله، ولا يقال على وجه الاعتراض لما يؤلم الأطفال والبهائم، لما يسلط عليهم الأوجاع والأمراض، وليس عليهم ذنب، ومن قال ذلك فقد اعترض على الله، إلا إن أراد استكشاف الحكمة في إيلام الأطفال والبهائم، فقال: لما يؤلم مثلا الأطفال؟ لما يؤلم البهائم؟ إن كان على هذا الوجه فلا يكفر. والأمر كما استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يعترض على الله في فعله ولا يسأل، وأما العباد فيسألون، لأن الله تعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء، ولا يشاركه في ملكه أحد. يملك العباد، والله تعالى يملك ما ملكهم إياه، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، ولذلك لا يتصور من الله الظلم، لأن الله تعالى حكيم لا يضع الأمور في غير مواضعها، والله تعالى يتصرف في خلقه، يتصرف في ملكه، كيف يكون ظالما؟ الله تعالى منزه عن الظلم. ولذلك يسأل العبد: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ أما الله تعالى فلا يسأل. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: لا تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أما الله تعالى فلا آمر له ولا ناهم، لذلك لا يسأل ولا ينسب إليه ظلم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: موجود قبل الخلق، أي أن وجود الله تعالى أزلي، فهو سبحانه وتعالى كان موجودا قبل الخلق وحده في الأزل، كما جاء في الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. ولا أزلي سوى الله، الله تعالى وحده الذي لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول. فمن اعتقد أن شيئا من العالم لا بداية لوجوده فقد كذب هذه الآية، ومن كذب القرآن لا يكون مسلما. قال رحمه الله: ليس له قبل ولا بعد. هذا نفي لسبق العدم عن الله، وكذلك نفي للحوق الفناء بالله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى لا ابتداء لوجوده، والله تعالى لا يفنى ولا يموت، هو الأول والآخر، الأول بلا ابتداء، والله تعالى هو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف. هذا أصل من أصول الاعتقاد، وهو تنزيه الله سبحانه عن أن يكون في أي جهة من الجهات أو في جميع الجهات. فلا يقال الله تعالى فوق ولا تحت، ولا يقال هو في كل مكان. ليس الأمر كما يعتقد بعض الجهلة الذين يقولون الله تعالى في جهة فوق، وبعضهم يقول الله تعالى في كل الجهات، والعياذ بالله تعالى.
الله تعالى ليس حالا في أي جهة من الجهات، فالحذر الحذر ممن ينسب إلى الله تعالى الجهة. الإمام أبو جعفر الطحاوي كان من علماء السلف الصالح، قال في عقيدته: تعالى، ما معنى تعالى؟ أي تنزه، تعالى الله عن الحدود والغايات، عن النهايات، عن الحد، الحد الكمية المقدار، الله تعالى منزه عن ذلك، يعني الله تعالى ليس حجما كبيرا وليس حجما صغيرا. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فإذا عقيدة السلف الصالح أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات، وأن الله تعالى ليس له حد، ليس له مقدار، ليس له حجم، ليس له صورة، ليس له هيئة. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى أعلم وأحكم.